اي ايه انت حزينه ليه؟ ايه ايه هلا، حزينه قوي. هلا يا ايه. كيفك يا جو؟ ايه ايه انت ملك بيضيتي كده ليه؟ انت ملك منور شايف يا لاند ولا ولا بديعك وبتاع. الله يخرب ده التليفون وقع يا ايه. الله يخرب بيت امي منوره يا ايه. دي لما تنبر على نفسك. انت بتنبر عليا يا ابن النبارة. يا ابن النبارة سيبني في حالي. ولع بص 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 الواد اهو الواد اهو الواد اهو الواد يوزر قال لي ولع معاك يا جماعة. يا عم احمد يا عم ولع ايه دي بتولع فيا. اسمع جو، ازيك يا ايه؟ انا ايه تمام. في انت متضايقة ليه يا ايه؟ انا بقول لك مثلا اصلي 4 شهور، اوكي، اه اوكي شوف يا دوقية جبتكم. شوف يا دوقية. فاكر اخر مرة طلعنا معك لايف انا وياك؟ طلعنا سوا، اه ايه المشكلة؟ من وقتها لليوم بيقولوا لي طلعي اه مع طب جومو، اطلعي مع جو موسى، اطلعي مع جو موسى، مع جو ليه معاه. متضايقة ليه؟ بقول لهم انا يا متضايقة ليه؟ جماعه يا اه جماعه ما عمل لي اه فولو باك، كيف بدي اقدر اطلع معه؟ اصل انا كئيب قوي والله العظيم. قال ايه فولو باك ده؟ قال البنت دي بتاع قالت لك هندسه ديزاينر. قال ايه ديزاينر؟ قالت لك هندسه داخليه. التعليم مش واخد حقه معايا ده. انا كندة قاعده بقى لها سنه مش عارف اقول اسمها. ماشي ايه القمر دي؟ ايه يا ياسمين؟ ايه يا ياسمين في ايه يامّا؟ انا قاعد قدامي جالك ده ايه ايه يامّا؟ دي البنت هيجي لها جلطه. اعمل لها فولو بره. خليها تغني. انت بتعرف تغني؟ ده عيب عليك، عن جد عم تخجلني، عن جد انا كتير، يعني كيف بدي اقول لك، خاب ظني شفت فيك. عن جد دي؟ شوف شوف يا عن جد دي. انت عمري امك قالت لك عن جد؟ ايه يا البنت بتنور يا بص. قال لها انت البتاع ده جرافيك ده شعرك؟ معلش معلش ده شعرك؟ شد لنا كده ايوه حته منه معلش. شد كده طيبة. والله ما بطلعش اكستنشن يعني. ده شعرك بجد؟ الله هو اكبر. افقح عيني افقح عيني اديها دي. اه وده وشك؟ بسم الله ما شاء الله ما بتصرفش حاجه على وشها دي. حسن شريف قالت لي حلو، ما بتصرفيش حاجه. ما بصرفش. اه هلا بشيل الميك اب عن وجهي، هلا بعدنا شايل الميك اب عن وجهي. اه بتحطي بتحطي الله يسهله يابا. يا عم اهمد يا عم التليفون هينفجر. سكر انت فك مش اتجوزها يلا دي فرصه. يا ابو حميد لا يا ابو حميد احنا زي الفل يعني. البنت اه منوره بس مش كده. انا اه فيها 4 شهور كده راحت فاتت، اه يقولوا لي اطلعي مع جو، اطلعي مع جو. اخر شيء اه بلاقيك على الجستات قال لي وانت ايه الجستات ده يا اسطى؟ تعمل لي فولو ايه باك ولا على مصر وافجر الدنيا. ايه احنا هنا حيحانين قوي فالله يستر الكفايه. اسمع، سمعت ولا لأ؟ لا جيب لي الرشاش. في ايه؟ جيب لك الرشاش. الرشاش ايه؟ ايه ده انت بتعملي كده؟ بص ياض بص بص مش هعمل ازاي بص ياض. دي انا ولا دي عيني ياض دي عين دي عين كفايه. انا كفايه عينها مش شايف شايف مش شايف. الا ده عينك دي عينك دي ده لينسز صح؟ ده لينسز ده. لا مش تعطيك الرشاش يا خيال. لا عليا النعمه شكلها لينسز. لا حطها على دي عينك، لينسز على عينك. ايه يا دي زوزة، طلعت. زوبة حبيبي، انا هون ببيروت. قولي لي يا قلبي، اسمع شو ده طلعت عينها ده ما طلعش فلتر يا اسطى. للبنت طلع ده عينها. اديها 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 واحد الله اكبر. بوم بوم بوم. انكي يا حبيبة انت ايه القمر. شفت انه شفت ده دي عيوني، انا طبيعية طبيعية.
الله اكبر. طبعا طبعا احنا حزنانين قوي على نفس. بص محمد قايل لك الله اكبر وعطيت لك ماشي فرصه والله. ايه يا ابو حميد الله على النبي، بتقول لك من بيروت. انا ما بعرفش اروح جمصه. انت فاهم غلط. ماشي، انت زهقان من السوشيال ميديا؟ والله انا زهقان من السوشيال ميديا ومن حياتي، انا زهقان من الاثنين. انت لازم تتجوز ماشي، ايه ايه وتبدا بتقول ايه؟ السوشيال ميديا كله، ايه ولازم بتقولي ايه نجوز، لازم نجوزك يا اسطى؟ ده باسرع وقت. شعرها يا اسطى، ده شعرها يا اسطى، يا اسطى ده مش شعرها يا اسطى، ده مش شعرها، لا قال مش انت شعرها. شغال ايه؟ ايه ده، هما بيسألوا بس يعني، اللي فضحنا على الفضائي. اه ماشي. اذا تشابه حضورك مع غيابك فارحل. جو ده أكبر من معناه ان 10 انا يا عمو، أكبر مني ب10 سنين، قد عمرك يا جو؟ مش عارف والله. يا بنت ما بقولش سني بيكذب ليه؟ دي عينيها يا خرابي يا دي. ليه؟ يا اسطى صلي على النبي يا اسطى، قول ازاي. انا والله العظيم انا بحبك ام عمر. ازيك، ازي حضرتك؟ دي قلبت من عابدين. طيب انت بشرتها اصفر من حياتي. دي شبه نانسي عجرم. ايه يا اسطى في ايه؟ صلي على النبي كده يا عم، عادي يابا عادي يا ايه. شايف انت طالع ايه؟ طويلة يا عادي باشا، عادي. طويلة البت مصفرة قوي، يخرب بيوتكم هتموت مننا. يا عم. اذا تشابه حضورك مع غيابك ارحل. اه بس ارحل، بس روح الامتحان عادي، على ان انت كده كده هتصعب، بس روح الامتحان برضه، تروحش لا امتحان. طويلة يا باشا، هو ده فلتر؟ لا يطلع فلتر. لا يا اسماء، ده هي اسماء اهي. ايوه والله دي ظلمت أنا بيوتكم، مستعد جبتوها اجل. كان راح اللمبة ده. دي طلعت اللمبه يا اسطى. لا والله انا طويل عايز يا ابيع عم، الموبايل والرينج لايت ده والله العظيم ثلاثه، واسحب بقرتين اقسم بالله، وامرح ما بيهم شلت كده والله. الصفرة بس. بشرتك صفر، انت عيانه؟ لا انت بتعملي ايه يا ست هنا؟ ايوه يا عم، يا عم اسكت بقى. بشرتها اصفى من حياتي. دي عيال عيان يا بنتي، هربي، دي عيال عيانه والله، والله العظيم تاتا دي عيال. اكتب لهم قولوا لو لي هتعمل مصنع هتعمله ايه؟ هعمل مصنع يا اسطى اسمه، هعمل مصنع، مصنع جبنه، هقول في، هسمي المصنع جبنه اخرنا. ده احنا جبنا اخرنا والله العظيم. اه يما انت 60 سنة؟ لا يا حاجة زي كده. هي مش بتتكلم ليه؟ لا هي مش محتاجة تتكلم. اعملي باي باي، اعملي لنا باي باي، وحياة ابوك اعملي لنا باي باي. ايوه هو بس حاضر إثبات وش، حالا. يعني هو يتكلم أنا أضحك أو انت أسمع لك. اه احنا غرباء غرباء، ثم احاديث طويلة، ثم احباء. يعني بتتكلموا كتير. ماشي. بص انت مش هتكمل متلاش. طب اللي قدامها. انت جامد قوي يا اسطى، انت صاحبي الكفاءه. يا جو فك البلوك، انا عملت لك، حاضر هفكه لك والله. ماشي، ازيكني؟ احنا ابننا قمر بره. ازيكني؟ الله يسترك يا نيلي، أهلا شكلها وسهلا. ماشي، ما فيش. ازيكني؟ عندنا في مصر في بنات. اه طبعا يا اسراء، صلي على النبي يا اسراء. ازيك يا جنى؟ طب اللي قدام الموز، الله يسترك. جنى دي اذكى واحده، دي ذكيه قوي، دي ذكيه. غني لنا. كل حتى مش فاهم الأغاني. يوم على نفسي بصا ده تامر إنك عاشور، دي نكدية، دي طلعت فيها عرق مصري. افترى انا لا لا لا، ده حافظة أغنية الفنانة العظيمة روبي بتاعت هوبا. معلش ولا مؤاخذة، في هوبا دي وانا ما عشان بعرف لسه اهو احنا بقى ما مش عارفينها. طب غني لنا بقى، ادينا ما اسمع. افترقنا. اغمذله، اسمع اغمذله بعينك. هي لا لا لا، مش هيعمل، مش هضعف، لا لا مش ه... مش هنطلق في التليفون، لا لا لا. يا لهوي الرينج لايت بيقع يا ابني عيناتك يا بشعرك، ابني. في الصبح بحط بيضة على شعري، بقوم بتحط بتحمم. ايه؟ يا جماعة ما عندي روتين بشعري، عادي شامبو عادي، يسعى لي ليس وخلصت القصة، هي كده القصة.
جو في حد جو بيضحك ومش بيصدق اللي انت بتهبديه. هو اخويا. هو مش بيصدق، اذا كان اخوك مش بيصدق احنا هنصدق.